أهلا بيكم، أنا الدكتور تامر والنهاردة هنتكلم عن تحليل البراز. في البداية لو هتحلل تحليل براز لازم تاخد العينة في عبوة نظيفة ولازم توصل للمعمل في خلال نص ساعة، طبعا ده إذا أنت ما خدتش العينة دي جوه المعمل، ولازم المعمل يحلل العينة دي بمجرد وصولها، لأن تأخير تحليل العينة ده بيغير كتير في شكل وفي تكوين البراز، وكمان في بعض الطفيليات ممكن ما نشوفهاش بعد مدة طويلة من أخذ العينة. لما نيجي نتكلم عن تحليل البراز بنبص أول حاجة بالعين المجردة، فبنشوف أول حاجة القوام أو الكونسيستنسي، المفروض إنه يكون متماسك فورمد، وبيكون طبعا سائل أو غير متماسك في حالات زي النزلات المعوية وحالات الإسهال. وفي حالة لما يكون القوام فورمد أو متماسك أقدر أشوف السيستس كويس. إيه هي السيستس؟ اللي هي الأكياس زي الأكياس الأميبية. أما لو كان سائل فنقدر أشوف فيه حاجة اسمها التروفوزايتس اللي هي طور من أطوار حياة الطفيليات، وطبعا دي غالبا بيبقى فيه نزلات معوية أو في مرض ما يصيب الإنسان، الطبيعي إنه يكون متماسك. بعد كده اللون، المفروض اللون يكون بني وممكن طبعا يتغير شوية تبع الأكل اللي احنا بناكله. وبالنسبة للأطفال الرضع البراز بيكون أصفر وممكن يكون أخضر. بالنسبة للناس الكبار لو لقيت البراز لونه ووتري يعني شبه المية، دي غالبا بيكون في حالات الكوليرا. أما لو لقيته لون كلي يعني أبيض أو فاتح، فده بيكون في حالات الأوبستراكتيف جوندس اللي هي انسداد القنوات المرارية، وكمان ممكن لو الإنسان واخد صبغة عشان يعمل فحص مثلا بالمنظار أو بيصور الجهاز الهضمي، الصبغة اللي هي اسمها باريوم. لو كان لون البراز أحمر فده ممكن يكون دم طبعا جاي من أي جزء في الجهاز الهضمي، أو ممكن يكون الإنسان واكل حاجات برضو تعمل لون البراز أحمر زي البيف. لو لقيت لون البراز أسود فده ممكن يكون دم لكن من الجزء العلوي في الجهاز الهضمي، الدم نزل واتهضم وبعدين نزل باللون الأسود، أو ممكن يكون الإنسان بياخد أقراص حديد، مقويات حديد، أو ممكن الإنسان يكون بياخد أقراص فحم. وأخيرا ممكن ألاقي لون البراز أخضر في حالات التيفود مثلا أو في بعض أنواع المضادات الحيوية. كمان ممكن أشوف وجود الدم والصديد والمخاط، فلو لقيت دم ومخاط فغالبا دي حالة أميبك ديزنتري يعني حالة ديزنتاريا ناتجة من الأميبا. أما لو لقيت دم وصديد فدي غالبا حالة باسيلاري ديزنتري يعني ديزنتري أو ديزنتاريا لكن بسبب الباسيلس اللي هي إيه؟ زي السالمونيلا، زي الكومبليباكتر، زي الاشريشيا كولاي. أما لو لقيت دم بس وفي إسهال فده ممكن يكون سالمونيلا، ممكن يكون اشريشيا كولاي، وممكن يكون كوليستيريديوم ديفيسيل. كمان بالعين المجردة أنا ممكن أشوف الديدان البالغة نفسها زي الأسكاريز مثلا، زي الانتروبياس فورميكولاريز، وزي البريجلوتيت أوف تينيا سبيشيس. نتكلم بعد كده على الميكروسكوب، الفحص بالميكروسكوب بقوة 10 إكس أو 40 إكس. فتحت الميكروسكوب أنا لو لقيت بص سيلز، خلايا بص كتيرة أكتر من 50 مع ماكروفاجز وإريثروسيتوزيس، فدي غالبا حالة شيجلوزيس. أما بقى لو لقيت البص سيلز دي أقل من 20 فدي غالبا حالة إنفيسيف إشريشيا كولاي أو سالمونيلا. أما لو لقيت البص سيلز دي أقل من 5 فدي ساعات بتكون في حالات الكوليرا، في حالات الفيرال دايريا، وفي حالات الانتيروباثيك اشريشيا كولاي او الانتيروتوكسيك اشريشيا كولاي. كمان تحت الميكروسكوب ممكن اشوف الار بي سيز، وكمان ممكن اشوف الاميباز، كمان اشوف الفلاجيليتس، وطبعا اقدر اشوف الاجز البويضات واللارفي والسيستس والاكياس اللي هي الاكياس الاميبيه مثلا. لما اجي ادور على الطفيليات جوه البراز ده بيتم باستخدام 3 محاليل، اولهم اللي هو النورمال سالين محلول الملح العادي، وده بشوف بيه معظم الطفيليات باطوارها المختلفه سواء اكس بويضات سيستس تكيسات لارفي او التروفوزايتس او البروتوزوا. لكن ساعات احتاج استخدم محلول اسمه الايودين، ده بيصبغ النيوكليوس بتاع السيست عشان اقدر اشوفه. كمان ممكن استخدم محلول تاني خالص اسمه اوزين 1%، وده بيعمل لي خلفيه لونها بينك او زهري عشان الأجسام أو الطفيليات اللي ما بتاخدش صبغة تظهر قدام الخلفية دي وبالتالي أقدر أشوفها. نتكلم دلوقتي عن حاجة اسمها التركيز، يعني مثلا ممكن عينة يكون فيها بويضات أو سيستس لكن بكميات قليلة فمش قادر أشوفها كويس تحت الميكروسكوب، فبعمل لها حاجة اسمها التركيز. التركيز ده يعني هيخليني أشوف السيستس تتجمع مع بعضها فأقدر أشوفها كويس أو البويضات، لكن لو في تروفوزايتس هتضيع، التركيز بيضيعها ومش هقدر أشوفها.
فالتركيز ده بيتم عن طريق طريقتين اتنين، يا اما سيدمنتيشن بروسيجر يا اما فلوتينج بروسيجر. نتكلم عن الفحص الكيميائي بقى للبراز. اولا البي اتش، البي اتش بتاعه البراز المفروض تكون من 6 لـ 7.5، بتكون اسيدوزيس في حاله الاميبيك ديزنتري اللي هي الديزنتاريا الناتجه عن الاميبا، وبتكون الكالوزيس في حاله الباسيلاري ديزنتري. الكالوزيس يعني البي اتش عاليه طبعا، اسيدوزيس يعني البي اتش قليله. كمان الاوكالت بلاد انستول او الدم الخفي في البراز ده ساعات يكون موجود في بعض انواع السرطانات اللي هي خاصه بالجهاز الهضمي، سواء كان القولون او المعده او غيرها. كمان ممكن يكون نتيجة أي نزف في الجهاز الهضمي بكميات بسيطة، زي اللي عندهم التهابات في جدار المعدة أو عندهم قرح في المعدة وغيرها. في حاجة بقى اسمها Reducing Factors، ده سكر أحادي أو ثنائي بيكون موجود في البراز، المفروض كميته ما تزيدش عن 6 ميلي جرام لكل جرام براز. فلما بيزيد ده بيقول لنا إن في مشكلة في الإنزيمات اللي بتهضم السكر ده، زي السكريز أو اللاكتيز. كمان طبعا وجود الغذاء الغير مهضوم او الاندايجستد فود ده بيقول لنا ان فيه عسر هضم. واخيرا انا ممكن احتاج اعمل مزرعه للبراز عشان اعرف نوع الميكروب واحدد لي العلاج المناسب. واخيرا دي بعض الصور لبعض الطفيليات اللي ممكن نلاقيها في البراز. اول واحده الانتاميبا هيستوليتيكا، اشهر حاجه موجوده ده السيست بتاعها وده التروفوزايت بتاعها، ودي الجيارديا لامبليا، دي برضو السيست بتاعها وده التروفوزايت بتاعها. اما دي الانتروبياس فيرميكولاريز، ده الادلت فورم البالغين ذكر وانثى يعني، ودي الاجز البويضات بتاعتها. ودي السفارز، ده الادلت فورم برضو ذكر وانثى، ودي الاجز او البويضات. ودي الهوك وورم، ده الادلت وده البويضات البالغين والبويضات بتاعتها. ودي التينيا سيجيناتا، دي البويضات ودي حاجه اسمها البروجلوتيد بتاعها. كل دي اطوار من حياه الطفيليات دي. ودي الفاشيولا هيباتيكوم، ده برضو البويضات وده الادلت فورم او الطور البالغ بتاعها. ودي الشيستوسوما جابانيكوم، ده برضو البالغين ذكر وانثى ودي البويضات. واخيرا الشيستوسوما مانسوناي بتاعت مصر بتاعت البلهارسيا، ده الادلت برضو ذكر وانثى ودي البويضات. وفي النهايه احب اشكركم، اشتركوا في قناتنا واعمل لايك وشير. شكرا لكم.